كل في اللواعي راح من الفرش راح. انا كنت حاطة عفش عند رصيدها شنتي يعني كبير هالقد، هم ارضي وانا فوق، فلما قال سيدا قال لا حطوه عنا خليه عنا هنا. قديش سعره سعر الاواعي اللي راح؟ الاواعي بيجي ب 500 دينار. لا والله خطيبة حرام قال بعوض الله. وقال مش مشكلة. راح على الدار وفتح الشنطة لقاها هيك، صار مسك الأواعي من الغل ورمهن في المجاري، ما نعمات كل المجاري. رمى الشنطة كلها وطلعت. أنا بدي أضطر أنا أحط لها إياهن يعني، استنى الله يرزقني وأعوضهن إلها مني يعني. وتاني وضعه بشتغلش يوم، بشتغل 10 لا مش دايم يعني شغل. مش موظف. كنتوا خاطبين انتوا قديش؟ من هالقد 4 شهور خطبين. واتفقت مع خطيبك انه حيتأجل العرس بسبب اللي صار ولا كيف؟ لا لا هو قال خلص باخدك من غير جهاز. انتوا اتفقتوا على هيك؟ قال لي مش مشكلة بعوض الله عليه. حتروحي بدون جهاز هالوقت؟ مش بدي اسوي. طب شو كيف نفسيته هو خطيبك؟ بقول بعوض الله يعني، ما عملش مشاكل كذا. بس كيف قال زعلان؟ ما قال خلص نصيب.